طيب تمام. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا وفي خميس علي عبد الله، مشرف مجموعة الباحثين السودانيين، نلتقيكم في مساء جديد، لقاء متجدد ضمن سلسلة خبرنا أو ورينا عن بحثك، سواء كان الماجستير أو البكالوريوس أو الدكتوراه. اليوم معنا باشمهندس شيرين كمال محجوب علي، هتتكلم لنا إن شاء الله عن مشروع أو دليل مشروع التخرج المعماري من حيث الاختيار والإدارة والتقييم. باشمهندس شيرين هي معمارية وباحثة فخورة، وعندها ماجستير في الهندسة المعمارية وبكالوريوس من جامعة الخرطوم. تفضل يا باشمهندسة، ممكن تعرفي نفسك بطريقة أشمل وتواصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شيرين كمال محجوب علي، معمارية وباحثة حرة، تخرجت من جامعة الخرطوم، بكالوريوس كلية العمارة، ماجستير برضو من جامعة الخرطوم. عملت في عدد من الشركات العقارية والمكاتب الهندسية، واشتغلت بالتدريس، فالحمد لله قدرت أزاوج بين ممارسة المهنة والتعليم وتعليم العمارة. فالحاجة دي قدرت أوفق بين نوعا ما، أفادتني كثير التجربة العملية إلى جانب التجربة الأكاديمية. حاولت أبلور الموضوع ده كله في دليل يفيد الآخرين، وممكن نقدر نقول إنها تجربة متواضعة إن شاء الله نقدر نفيد بها غيرنا، وأهو بداية حجر في بركة ساكنة إن شاء الله. الليلة السيمينار بتاعنا إن شاء الله هيكون عن دليل مشروع التخرج المعماري، زي ما قال الأستاذ وافي، في الاختيار والإدارة والتقييم. قبل ما نبدأ نسأل العمارة هي شنو؟ رغم إنه ممكن يكون السؤال يعني قد يتبادر لذهني سؤال بسيط، لا أبدا، حقيقة ما في تعريف واحد للعمارة في يعني تحديدا ما هي العمارة. هل هي فن؟ هل هي علم؟ وده بالمناسبة أثار جدل كبير جدا جدا. نحن ما هنخش في تفاصيل الجدل ده، لكن هنعرف العمارة في الدليل بتاعنا ده إنها هي مخرجات فكرية وتطبيقية لحاجات وتطلعات مجتمعية، لأنه خصوصية العمارة بتنبع من إنها بتختلف حسب الثقافة والوعي المجتمعي، بيختلف من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى. مرة أخرى بيتبادر لذهني سؤال تاني، ما هو مشروع التخرج المعماري اللي احنا الليلة عايزين نتكلم عنه ده؟ في أدبيات الإدارة مشروع التخرج المشروع عامة هو أي نشاط عنده بداية ونهاية، ده في أدبيات الإدارة. أي نشاط مؤقت له بداية ونهاية، والإجراءات الروتينية ما بتعتبر مشروع. معلش يا باشمهندس المقاطعة، ما شيرت السكرين ده، البرزنتيشن بتاعك ما ظاهر. طيب دقايق. كده كيف؟ واضح؟ لا ما ظاهر، انت كده ما انت لسه السكرين، ما البرزنتيشن ما ظاهر. تمام. طيب I will go on لحد ما الشاشة تظهر. تمام، مشروع التخرج قلنا عرفناه، ظهرت ايوه يا كده أستاذ وافي؟ ظهرت؟ كده تمام، اعمل فول سكرين بس، ما تمام ظهر دايما فول سكرين بعدها. تمام كل شيء تمام تمام. قلنا برضو مشروع التخرج المعماري، تعريف أو مدخل تعريفي له، عرفناه بأنه هو تصميم مخرجات قابلة للقياس والتقويم في زمن محدد، من محصلة جهود دراسية بتستهدف حل مشكلة بحثية محددة. يعني المشروع لازم يقدم حل لمشكلة موجودة فعلا في المجتمع، لازم يقدم حل لمشكلة موجودة فعلا في المجتمع، ولازم تكون في واحدة من موضوعات
عمارة مختلفة، لأن إحنا إن شاء الله هنتناولها لقدام بشيء من التفصيل. آخر حاجة، آخر سؤال بيعتبر مدخل أساسي للسيمينار اليوم، ما هو دليل مشروع التخرج المعماري؟ يعني ليه الناس حتتوقع إنه أنا مثلاً حقدم حلول جاهزة، تصميمية جاهزة، طوالي الناس حتمشي تنفذها 1 2 3 4؟ لا أبداً. طيب حاجة أناقش فلسفات وفلسفات ونظريات فكرية للعمارة وتاريخها؟ برضو أبداً. هي عبارة عن الدليل ده هو عبارة عن ثمرة بحث طويل زي ما قلنا في الممارسة المهنية وفي التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية ممزوجين مع بعض في بوتقة واحدة في شكل مرشد عملي بيهدف إنه نحن نزيل التوتر المصاحب لمشروع التخرج بالنسبة للطلاب، نقدم الحاجة دي بطريقة فريدة والطالب يكون مستمتع وهو بيبني في مشروعه ده، لأنه هو لا يتكرر. يعني سنة واحدة مطلوب منك إنك أنت تحاول تقدم أجمل ما عندك. وبرضو من ناحية أخرى ومن ناحية مهمة جدا، بنحتاج نرفع جودة مشروع التخرج، أو بنهدف إنه نرفع جودة مشروع التخرج في حسب الوقت المحدد والموارد المتاحة. ودي نقطة مهمة شديد، الوقت المحدد والموارد المتاحة. الحوجة للدليل ده ظهرت مع انتشار جائحة كورونا، العقبات والتكفيل الجامعات والتعليم عن بعد، يعني كمية من الظروف والأوضاع اللي غيرت مسار التعليم خلت إنه حاجة زي دي ونحن محتاجين لها عشان نوفر الوقت وعشان نصل لنتائج إيجابية في زمن سريع بقدر الإمكان، لأن الناس عانت ما عانت حقيقة. والله المستعان. منهجية الدليل زي ما قلت هو عبارة عن بحث علمي، يعني ما ونست سناير، لا هو شوية حاولنا ندخل فيه الجانب العلمي، نشوف أخذنا مشروع أو أخذت مشروع التخرج المعماري كحالة دراسية، لأنه لازم أنت لما تيجي تحل المشكلة اللي أنا عايزة أحلها إنه أحاول أرفع جودة المشروعات، أحاول أقدم شيء للطالب يزيد منه التوتر ويخليه مستمتع نفسيا وقادر عشان يقدر يقدم شيء هو راضي عنه في المقام الأول، ويكون حاجة إضافة حقيقية للرصيد المعرفي المجتمعي. لأن حقيقة يعني في مظاهر أو ظواهر سلبية كثيرة ظهرت مؤخرا في مساق تعليم العمارة، لا داعي لخوضها في هذه العجالة. قلنا أخذنا مشروع التخرج المعماري كحالة دراسية، الفكرة إنه نستلهم دروس الماضي، نراجع الفات. المراجعة دي كانت لأدبيات عالمية وأدبيات محلية، كل التجارب الموجودة وكل كل التجارب الموجودة المعاصرينها القديمة أو الجديدة حسب الحدود المكانية والزمانية، حاولنا نناقش دروس الماضي كلها محليا أو عالميا. تشخيص الواقع، تشخيص الواقع بمعنى إنه حاولت أشوف المشاكل اللي بيعاني منها الطالب، شنو المشاكل اللي بيعاني منها الطالب الخريج العمارة هي شنو؟ ده طبعا من خلال الملاحظة المباشرة، لأنه أنا جزء من المجتمع ده، فبقدر ألاحظ وبعرف الحاصل شنو، بعرف نقاط الضعف ونقاط القوة والظواهر الإيجابية والظواهر السلبية. برضو المناقشة والمقابلات الشخصية، ودي حتلاقي فرصة أو فرص كثيرة للمناقشة مع الزملاء، مع مناقشة حضور سيمينارات في المجال ده، ودي حتلاقي برضو دراسات وكتب الحمد لله في المجال ده. فده أسرع القدرة بتاع تشخيص الواقع بالنسبة لي من خلال الملاحظة ومن خلال المناقشة مع الزملاء ومع الأساتذة والزملاء والطلاب، برضو احتكاكي المباشر مع الطلاب. ده كله ليه؟ بقيت استشراف المستقبل، وكانت الطريقة اللي أنا عايزة استشرف بها المستقبل من خلال التخطيط المنهجي الممنهج، التخطيط المنهجي التخطيط المنهجي، ومن خلال النمذجة. يعني بحاول أعمل نموذج، والنموذج قبل ما أعمله كونفيرم بحاول إني أختبره مرة ومرتين وثلاثة. فالحاجات اللي هقولها الليلة دي أو المقترحات اللي أنا هقدمها دي هي مختبرة، يعني المعايير مختبرة ومقدمة، يعني بعد تمحيص إن شاء الله. وبالمناسبة هو يعني البحث ده من 2016 لحد 2020، ولحد الآن يعني أنا متوقع إن شاء الله حتظهر، يعني حيكون في إضافات
على مدى الأيام وعلى مدى السنين إن شاء الله، يعني غير متجدد، غير قابل للتوقف بإذن الله. دليل مشروع التخرج المعماري، أنا شايفة إنه 3 محاور أو ثلاثة محاور رئيسية بتقلد الطالب أو بتخلي بتأثر على المنتج نفسه أو على عملية المشروع كمنتج أو كعملية. المحاور دي هي محور الإدارة، محور التقييم، ومحور الاختيار والإدارة والتقييم. أنا حاولت يعني عشان شوية يعني أبسط الموضوع، حسيت إنه هو ده بيعتبر إنه القلق، إنه هو مثلث القلق للطالب اللي بيخليه يطلع من إنه يبدع ويصمم ويقدم الحلول اللي هو عايزها، بيحصره في نقطة واحدة، أو بيحصره في مربع، في مثلث القلق ده. نحن عايزينه ينتقل من مثلث القلق لمربع الإبداع والإثارة. دليل مشروع التخرج في محور الاختيار، بيحاول نناقش طرائق اختيار المشروع والعلاقة بين اختيار المشروع والمشرف، والمشرف هو نفسه منه ومهامه شنو، وعلاقة اختيار المشروع بالمشرف هي شنو، معايير اختيار المشروع. برضو بنحاول نلقي الضوء على محددات اختيار المشروع، موضوعات مشروع التخرج، و في لمحة لطيفة كده بحاول بربط بين مشروع التخرج واختيار وعملية الاختيار، وبين علم النفس وأنماط الشخصية. ده دي النقاط الأساسية اللي هحاول أقدمها في موضوع الاختيار. الاختيار في طريقتين أكثر شيوعاً في الاختيار، هي قائمة لجنة الأساتذة. يعني في بداية السنة بيقدم الأساتذة بيقدم عدد من المشروعات، والطالب بيختار منها واحد، كل طالب بيختار منها حسب الحاجة اللي بتناسبه. الطريقة الثانية هي مقترحات الطالب. الطالب بيقدم عدد من المقترحات للجنة الأساتذة، لجنة الأساتذة بتجهيز واحد من هذه المقترحات. لكل طريقة محاسن ومسالب. مثلا طريقة قائمة لجنة الأساتذة بتوفر وقت، وبتقدم موضوعات مناسبة لأنها بتكون ناتجة من الأساتذة، فالأساتذة بيكونوا خبرة، برضو ممكن تكون فيها ناحية بتاعت خدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وممكن تكون يعني هي أصلا مطلوبة في سوق العمل، أو خطط ضمن الوزارة عايزة تعمل المشاريع دي، يعني ممكن يربطنا بسوق، يربط الطالب بسوق العمل. لكن المسالب بتاعتها بنلقاها بتضيق الخيارات، وممكن كمية من الطلبة تلقاهم في مشروع واحد، ده بيقدم حلول متشابهة وبيأثر سلبا على تقييم المشروع. وأحيانا في بعض الأحيان ممكن لجنة الأساتذة تطرح مشروع الطالب ما يقدر يفهمه بالطريقة اللي هي مطلوبة، أو الطريقة اللي تقدم بها، أو الطريقة المقصودة، فهنا بتكون النتائج صراحة كارثية في الحالة دي. الطريقة الثانية من محاسن اللي هي مقترحات الطالب، الطالب بيقدم مشروعات، معناه هو أكيد هتكون حسب اهتماماته وميوله، بتوفر ثراء وتنوع، يعني بنلقى فيه كمية من المشروعات وبتزيد من فرص التميز. لكن من جهة أخرى بنلقاها هذه الطريقة دي بتحتاج لزمن مجهود كبير، يعني الطالب بتلقاه لافي 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 يفتش في المشروع، لافي في الجامعة، الزمن ده ممكن يستفيد منه في حاجة أهم، يعني لو إنه كان من أول محصور في وقادر يحدد تماما ميوله. في حتة تانية بنلقى المسالب، بأنها بتحتاج إلمام الطالب بقدراته ومهاراته، ودي قد تكون ضعيفة مرات عند بعض الطلاب. ومن مخاطر الطريقة دي إنه ممكن طالب ينقل فكرة من جامعة أو من مدينة، من يعني مكتبة جامعة مختلفة، وهنا بيحصل نقل ونسخ للأفكار والحلول، ودي حاجة خطرة جدا جدا، بنحاول يعني نجنب طلبتنا النوع ده من النوع ده. العلاقة بين اختيار المشروع والمشرف،
أول حاجة عايزين نعرف المشرف هو شنو، من هو المشرف؟ المشرف هو الأستاذ المسؤول عن مساعدة الطالب في إدارة المشروع ومتابعته وتوجيه الطالب في مراحل المشروع المختلفة. يعني بأي حال من الأحوال هو غير دوره بيختصر على التوجيه والمتابعة فقط. ده طبعا بحسب الموقع الإلكتروني الـ University of British Columbia. ده بيخلي العلاقة بين دور المشرف مختصرة على التوجيه والمتابعة، لا سلطة له على حق الطالب في اختيار مشروعه، وبالضرورة طبعا هو غير مسؤول من نتائج هذا الاختيار. ده صراحة بيطلع الأستاذ أو بيطلع الأستاذ المشرف من حرج كبير بينه وبين الطالب، مفروض يعني نوعا ما العلاقة كده حتكون واضحة. طيب نوع العلاقة بين المشرف وآلية الاختيار، آلية اختيار الطالب لمشروعه، علاقة موضوعية وعلاقة شخصية وعلاقة عشوائية. العلاقة العشوائية بمعنى إنه بيوزع الطلاب على المشرفين دون النظر للمشروعات المختارة، يعني بس يعني أنت وحظك تقع في أي يعني ممكن السلبيات بتاعت الحاجة دي، إنه ممكن بتوفر هي فعلا بتوفر تنوع مطلوب للإشراف، لكن من سلبيات تعدد المشروعات ده بيضعف درجة المتابعة وبيأثر سلبا على جودة الإشراف. أما الطريقة الموضوعية أنا بشوفها طريقة يعني جميلة، معلش جميلة دي شوية ذات حاجة ذاتية، هي الطريقة الموضوعية بتتعلق بخبرة وتخصص المشرف في مشروعات بعينه أو مدرسة فكرية محددة بتبناها المشرف وبوجه الطالب لمشروع معين، وده حسب موضوعات أو أهداف محددة. أما الطريقة الشخصية بتعتمد على طبيعة المشرف من حيث التحكم والمرونة. الطريقة الموضوعية بتوفر سهولة أكثر وبتكون قائمة على العلاقة الموضوعية بتكون قائمة على أسس يعني مقدور عليه قياسه ومقدور تقويمه. معايير اختيار مشروع التخرج قلنا ممكن تكون معايير موضوعية بتتعلق بحقائق واقعية يعني خارج شخصية الطالب، أما بعكس المعايير الذاتية اللي هي يعني تعتمد على منظور الطالب وسماته الشخصية أفكاره مزاجه وقدرته على اتخاذ القرار. برضو بنحاول نشوف محددات اختيار المشروع، يعني في الحاجة دي ما يعني في محددات بتحددك في اختيار مشروعك، محددات زمانية انت مرتبط ببرنامج محدد، بداية محددة ونهاية محددة، المكان، المحددات المكانية بتتعلق بنطاق المشروع بتاعك، الفوكسين بتاعك والمكان بتاع المشروع، يعني هل هو في نفس المدينة اللي أنت موجود فيها كطالب ولا هتضطر تسافر لمدينة أخرى. أما الحاجة الأخيرة هي المحددات المالية. صراحة بنلقى إنه مشروعات التخرج بقت مكلفة جدا وما بتتناسب صراحة مع الوضع الراهن، الوضع الاقتصادي الراهن، في تكلفة باهظة من حيث الطباعة والتصوير وعلى الورق، وقد تحتاج لمراجع وغدوات. فيعني بننصح الطلاب في الحتة دي إنهم يحاولوا يركزوا على الأفكار، يركزوا على الإظهار الحقيقي أو الإظهار الجيد والفكرة من غير ما يركزوا على الإبهار والتعقيد. موضوعات مشروع التخرج، موضوعات مشروعات التخرج موضوع التخطيط الحضري والإسكان، هي أربع موضوعات، ممكن نقول أربع موضوعات رئيسية: التخطيط الحضري والإسكان، التصميم الحضري وتنسيق الموقع، التصميم المعماري، التصميم الداخلي والديكور. الصراحة ما بتعتبر الموضوعات دي جزء منفصل عن بعضها البعض، لا هي كلها مرتبطة ومتداخلة ومتكاملة مع بعضها البعض. يعني ما أي مشروع بيفترض إنه يحترم السياق الزمان، يحترم سياق التخطيط والموقع العام والموقع المباشر والفراغات الداخلية عشان نقدر نحقق التناغم والانسجام. وأنا عايزة أقول هنا إنه أي مشروع تخرج بيلمس جزء من هذه الموضوعات، يعني مثلاً التمرين اللي بيخص اختيار الموقع، وبالتأكيد هنا نحن بنحاول نختبر التخطيط الحضري.
العلاقة بين الموقع العام والموقع المباشر واللاندسكيب أو الحدائق والمداخل. هنا نحن بنتعامل مع التصميم الحضري والكتل وتوزيع التصميم المعماري. طبعا هو له السيطرة، لكن ده ما بيدينا الحق إنه نتناول منفرد ومنعزل عن محيط الخارج والداخل. ده بنلقاه أثر سلبا وأفقد كثير من المشروعات المعمارية بعدها الثقافي والاجتماعي والبيئي، وخلاها كأن بخلى المشروع المعماري كأنه حاجة نازلة من السماء ما عندها أي علاقة أو عندها جذور بالمجتمع اللي حولها أو البيئة اللي حولها. والتصميم الداخلي بالطبع هو اللي بيدي المبنى، يعني توزيع الفراغات الداخلية والأساس الداخلي عشان المبنى يقدر يؤدي الوظيفة اللي هو يعني المنوطة بيه. زي ما قلنا، موضوع مشروع التخرج مختلفة ومتداخلة ومتكاملة. أي مشروع بيلمس كل الموضوعات دي، لكن بدرجات أو بتركيز مختلف. طيب كيف نحن نقدر نساعد الطالب في إنه يختار مشروع التخرج بتاعه؟ أكيد حاسي معظم المشروعات بتكون بتنصب في التصميم المعماري بصورة أو بأخرى، وبتتجاهل يعني بتتجاهل بصورة نوعا ما، يعني بيكون في تجاهل لباقي الموضوعات، مع انه زي ما قلنا هي في تكامل بيناتها. ففي لمحة بسيطة في لمحة لطيفة حاولنا نربط بين موضوع علم النفس، وكيف نحن ممكن علم النفس ده يخدمنا في انه الطالب يختار المشروع اللي بيناسبه. يعني دائما الطالب بيقول انا هختار المشروع على اي اساس، على حسب شنو، على اي اساس. فنحن هنا بحاول أقول إنه اختار المشروع اللي بيناسبك والبيناسب شخصيتك، اللي بتماشى مع مهاراتك ومع نقاط قوتك. وده ما بيمنع إنه طبعا لازم نوعا ما تحاول تقدم زي ما قلنا حل لمشكلة بيعاني منها المجتمع أو حاجة المجتمع بيطلع عليها محتاجة أو بيتطلع عليها. في اختبارات الـ MBTI، هي اختبارات بيعمل بيها في العديد من الشركات والجامعات زي جامعة هارفارد، وأيضا في أدبيات الـ AIA اللي هي جمعية المعماريين الأمريكية هي موجودة. ببساطة هي عبارة عن 4 أسئلة، اختبار الـ MBTI عبارة عن 4 أسئلة بيحدد نوع ما. طبعا هو ما هو أكثر الـ أكثر الـ أكثر الـ 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 الاختبارات موثوقية، لكن هو في النهاية أنت ما بتكون محصور كل الوقت في شخصية محددة، لكن الجزء القالب أو الأعم. فبيطرح 4 أسئلة: من أين أكتسب طاقتي، وكيف أستقبل المعلومات، وكيف أتخذ القرارات، وكيف أنظم العالم من حولي. دي 4 أسئلة الرئيسية. ممكن الناس تحاول تخش النت وتعمل الاختبار ده بطريقة موسعة. كل سؤال عنده احتمالين للإجابة. من هذه الـ4 أسئلة والاحتمالين بيطلعوا عندنا بيطلع عندنا 4 مجموعات أساسية، كويس، اللي هي من أين أكتسب طاقتي. ده معناته بيسألك أنت من داخلك ولا من حولك عشان يعرف انت اجتماعي ولا متحفظ. كيف بتستقبل معلوماتك؟ هل انت حسي، يعني باي سنس زي ما بنقول، ولا حدسي باي انتويشن؟ كيف بتتخذ قراراتك، عن طريق المشاعر والاحساس والعواطف ولا لا؟ انت زول وفي الناحيه دي انت معناه اف. اذا انت بتاخذ بالتفكير العقلاني والمنطقي فانت زول جدجر، يعني بالتفكير العقلاني فانت انسان ثينكر، يعني تي. كيف بتنظم العالم من حولك؟ انت تلقائي بتخليها ماشيه بالبركه كده، يعني زي ما تجي بي، ولا انت حاسم وبتتخذ قراراتك وبتخطط لكل صغيره وكبيره؟ الججر جي. من الحاجات دي طلعت 4 كاتيجوريز رئيسيه. حاولت اشوف الـ 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 ال
أكتر كل ربع حسب السمات القالبة الموضوع الممكن يناسب شنو. فمثلا الربع الأول البلانينج والهاوسينج هو أكثر الـ 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 أكثر الـ الـ الشخصيات في الربع ده مناسب لها البلانينج والهاوسينج. ده ما معناته أنت لا لازم تشتغل بلانينج وهاوسينج، لا، ده معناته أنت جيد في النقطة دي، حاول تقوي نقاط ضعفك في الحاجة دي، ده بيفيدك، وحاول تكتسب الحاجة اللي انت في الربع الثاني، لأن انت كل الأربعة دي المفروض تقدر تتعامل معها بمرونة عالية وتنتقل من ربع لربع في مشروع التخرج الواحد من كل مرحلة من مراحل المشروع. الربع الثاني في الاركتكتشر ديزاين اللي هو الاي ان تي جي. الاي ان تي جي ده معروف هو دي السيمة بتاعت المعماريين، وتقريبا بيقولوا 4% بس من الناس في العالم هم في هذه الكاتيجوري اللي هي الاي ان تي جي، لكن عامة الربع ده بيناسبه او الموضوع اللي بيناسبه هو الاركتكتشر ديزاين. الربع الثالث الانتيريال ديزاين والديكوريشن، بينما الربع الرابع الايربن واللاندسكيب. في جدول مصاحب بيشرح الموضوع ده بطريقة من التفصيل، أخذت منه الربع الأول والثاني عشان أوري كمثال السمات القالبة. مثلا بيكون في الربع الأول بيجيد الإقناع، بيجيد التواصل، بيعمل ضمن فريق قادر على اختيار الموقع المناسب، بينما في الربع الثاني لا، بينجز منفردا، هدوء، في هدوء، أفكاره عميقة، بخيالي مبدع، جيد التعامل مع المشاكل. الأول مثلا بنلقاه بيرى بعين الطائر، ودي عندنا في العمارة بيرى بعين الطائر، معناه ما بيشوف التفاصيل لكن بيشوف الصورة العامة. لا، الثاني بيقدر بيشوف بعين الإنسان اللي هي بيشوف الحاجات الدقيقة والحاجات يعني الأشياء الدقيقة، وبنفس الصورة اللي بيشوف بها التفاصيل بيشوف بها الحاجات العامة، يعني متوازن. دي بيصير بصفة عامة الكونتريبيوشن أو المشاركة بتحتي في كيف نربط الاختيار بأنماط الشخصية اللي يوجدها في علم النفس. بتوقع إنه الحاجة دي يعني حتى ممكن إحنا نحاول نطبقها للطلاب من سنة أولى مع اختبار القدرات، يعني بحتاج إنها ممكن تكون مفيدة، لأنها على الأقل يعني ممكن تدينا الصورة أو تدي الطالب صورة عن ملامح الحاجة المطلوبة والحاجة المتوقعين منه والحاجة اللي هي أصلا موجودة. المحور الثاني هو محور الإدارة. محور الإدارة بنناقش فيه مراحل المشروع وعمليات خطوات المشروع، المنهج المقترح للإدارة، وحلقات النقد، حلقات نقد المشروع، التقرير والمناقشة. مراحل المشروع عالميا هي أربعة. ممكن يعني مثلا يكون في مشكلة، في ضعف في مرحلة، الناس تمد الزمن أو تعمل سكشن تاني، لكن هي عالميا المراحل أربع مراحل رئيسية. الفكرة الأولية بتبدأ بتكون مخرجات عبارة عن تقرير أو تقرير بالإضافة لعرض تقديم مقدم مدعم بالأصوات بالصور والأشكال والرسومات. الثانية التصميم الابتدائي، وفيه مساقط أولية وتصميم ابتدائي مع تصور لمواد التشييد والإنشاء. التصميم المطور ده الثالث، تفاصيل التصميم والتشييد هنا بيكون في بلورة أكثر. التصميم النهائي أو الإخراج التسليم النهائي سوري التسليم النهائي في مجسمات، رسومات، مناظر، تفاصيل. فبنحس إنه مراحل المشروع ده ما بيولد فجأة بكل تفاصيله، لا، بيكون زي الطفل في الجنين في بطن أمه، بيكون فيه كل العوامل وكل التفاصيل اللي بتخليه ينمو نمو طبيعي دون ما تظهر فجأة تفاصيل كانت غير موجودة، لا، بيكون في نمو تدريجي واضح بتفاصيل محددة ما بنتوقع. عشان كده بنتوقع من الفكرة الأولية إنه بيكون هي ثلاثية الأبعاد، لكن تفاصيل بسيطة، بتزيد التفاصيل، بتخش في نظام التشييد والإنشاء، بتخش في الحلول التقنية لحد ما تطلع معانا في تفاصيل التقنية.
فالحاجة دي ماشية بتدرج، كل مرحلة والمرحلة الثانية بين جلسات نقد. يعني عندنا جلسة نقد بعد الفكرة الأولية، جلسة نقد بعد التصميم الابتدائي، وجلسة نقد بعد التصميم المطور. عمليات وخطوات المشروع، في نموذج معروف اللي هو بلان دو تشيك اند اكت، اللي هو خطط افعل راجع صحيح. دي منهجية معروفة لتطوير الجودة والإنتاجية، حاولت أعدل فيها بما يتناسب مع سياق المشروع، فعملت التخطيط والتحليل والفعل والمراجعة. كل واحدة من العمليات دي عندها 4 خطوات، يعني 4 في 4. مثلا في التخطيط لازم أحدد الأهداف، أطور المهام، تبدأ تحدد مصادر المعلومات هتجيبها من وين، ولازم تعمل جدول زمني يعني لمشروعك، هيبدأ متين هينتهي متين، لأنه أنت بعد كده هتكون مسؤول من إدارة مشروعك ده من from A to Z. وهكذا بقية العمليات وبقية الخطوات خطوة خطوة. في مناهج كثيرة ممكن تساعد الطالب في إنه كيف يدير مشروع بصورة احترافية. واحدة من النماذج دي نموذج توني بوزان اللي هو الخريطة الذهنية، ده بيساعد الطالب أو بيساعد أصحاب المشروعات في إنهم كيف يخططوا مشاريعهم من البداية. زي ما شايفين ده مثلا تصميم مجمع سكني مستدام، بتكون الفكرة الأساسية في المركز، ومنها بتتفرع العمليات وبتتفرع الخطوات ومغرونة بالمراحل. وده نموذج معروف لتوني بوزان، الخريطة الذهنية. المنهج المقترح الثاني هو المنهج معدل من سكرام بورد، اللي هو واحدة من التكنيكس بتاعت الأجايل مانجمنت. حاولت أعمل أدابتيشن للسكرام بورد في مشروع التخرج، فبنلقى في عمود الأول، الكولم الأول فيه المراحل بتاعت المشروع، والرول الأساسي فيه العمليات بتاعت المشروع اللي هي التحليل والتخطيط والتحليل والفعل والمراجعة. ده بيكون موجود معاك، بيساعدك في إدارة مشروعك. المهام دي بتكون عادي في نوتس، ستيك نوتس، بتكتب المهام عندك شنو، ده بيساعدك في شنو، بيساعدك في المتابعة والمراجعة، وإنه بتقدر تعرف إنه أنت فضل لك شنو، أنت في هاتو مرحلة. ويعني أنا I recommended it، إن شاء الله بيقدر يساعد كتير منهج السكرام بورد في حل المشاكل المرتبطة بإدارة المشروع. حلقات النقد، وما أدراك ما حلقات النقد. حلقات النقد دي دايما بتشكل يعني هاجس بالنسبة للطالب، لأن هن حينتقدوني وحيطلعوا لي كل المدسوس. لا، نحن حنحاول نشوف حلقات النقد دي بمنظور تاني. انت حاول تدافع عن ان هي حلقة دفاع، انك انت بتشوف آراء الناس حولك، بتشوف وده بيزيد من قدرتك على التواصل مع الآخرين، واعتبر انه ده كلاينت يعني زبون ليك في المستقبل. حاول تتعامل مع حلقات النقد دي انها هي حاجة لتطوير مشروعك، وانه هي لا ما ما ما, ما حلقة حلبة بتاعت مصارعة، لا هي حاجة عشان الناس دي مجتمع عشان تطورك وعشان تقدمك لقدام. حلقات النقد زي ما قلت ممكن الطالب يضيح فيها، ممكن حتى ممكن صراحة حتى اللجنة ممكن برضو تضيع يعني في إنه المخرجات مفروض تكون شنو. فحلقات النقد الأولى دي بتكون بعد الفكرة الأولية زي ما قلت، بعد المرحلة الأولى الطالب يحاول يتأكد من إنه تم احتماد فكرة المشروع، واحتماد موقع المشروع، واعتماد الفراغات اللي هم مقدمة للمشروع. الحلقة الثانية، حلقة النقد الثانية، بتتم بعد زي ما قلت المرحلة الثانية. برضو مهمة الطالب يتأكد من مراجعة المقترحات والتنطيق اللي هو الزونين، ويتأكد من احتماد التصميم الابتدائي قبل ما يخش للمرحلة الثالثة. مهما تعددت المحاور ومهما اختلفت الآراء، هو لازم يحصل على الاحتماد اللي بيمكنه بإنه يمشي للمرحلة اللي بعدها. حلقة النقد الثالثة، أنا بوصي من إنه تتأكد اللجنة من التأكد الصحيح إنه المشروع ده متطور بطريقة صحيحة، نامل نمو طبيعي. ده في المرحلة الأولى، مراجعة التفاصيل
الحاجة الثالثة احتماض المشروع لتقديمه بصورة نهائية، يعني المشروع ليس من العدل إنه يصل مرحلة التسليم النهائي إذا ما حصل له كونفيرم واعتماد لتقديمه بصورة نهائية. ده مجرد تصور قابل للدحض يعني. تقرير مشروع التخرج، أي تقرير طبعاً بيعتبر الـ IMRAD، هي أحد أشهر تنسيق لكتابة التقارير اللي هي بتعتمد عليه المقدمة والطول الميثود والنتائج الريزلت والمناقشة الديسكشن. دي بصورة عامة التقارير بتعتمد على المكونات دي. طيب مشروع الجديد شنو يعني؟ مشروع التخرج المعماري، لأنه هنا العمارة عندها خصوصية. طيب حيناقش شنو؟ حيكون شنو بخلاف الحاجات المعتمدة والمعروفة زي صفحة الغلاف وجدول المكونات والملخص والمقدمة، لازم مشروع التخرج المعماري يحتوي على سكشن فيه الأمثلة المشابهة العالمية والإقليمية والمحلية، ومش تكون مخطوطة زي ما إحنا قاعدين ناخدها ونشوفها ساي، لا تكون موضوعة محللة مستخدمين الصور والبيانات، ولازم نراعي كتابة المصادر ومصادر المعلومات، لأنه حتة المراجع دي مهمة جدا، وإدراج المراجع دي مهمة جدا، والنماذج ما بنخطها للعرض، لا بنخطها للتحليل، وعشان نطلع منها البيانات والإنفورميشن اللي هنستفيد منها في برنامج المشروع، واللي هو السكشن الثاني بعتقد إنه لازم يكون موجود في تقرير المشروع. والسكشن بتاع برنامج المشروع بيحتوي عليه جزئين، اللي هو الخطة اللي بتوضح فيها المهام. يعني أنا بشوف إن مشروع التقرير ده لا إحنا ما ناخده في آخر 5 دقائق بعد ما ننتهي من المشروع ونعمل الموديل ونعمل 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 فجأة يا جماعة يلا نحصل نعمل التقرير، لا التقرير ده برضه المفروض ينمو نمو طبيعي تدريجي من الأول. كل لو لاحظت كل مرحلة بتوقع إنه يكون معاها تقرير مصاحب، تمام؟ فالتقرير في برنامج المشروع مفروض تكون فيه الخطة اللي بتوضح المهام والعمليات وتضع الإطار الزمني، يعني أنت الاسكيدجول بتاعك لازم تقدمه في البداية ويكون مخطوط لحد النهاية، وتشوف حتى المشاكل اللي احترضتك، يعني ده بيكون مستند هو ليك. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا قاعدين نتقافل عنها، ربما ناس متناسين أو متعمدين لا أدري، لكن هي المنهجية. ما قاعدين في مشروعاتنا حق التصميم ما قاعدين نشرح فكرة المشروع وطرق جمع المعلومات والبيانات ومصادرها. أنا ما بحاول أعمم، لكن يعني ده في القالب الأعم. وهنا لازم نوعا ما يعني في السالحة إنه الزول يوري المدرسة المعمارية اللي اتبع المشروع، يعني أي مشروع أي تصميم عنده جذور وعنده مدارس هو ممكن يتبعها. الحاجة اللي برضو بفتكر إنها المفروض تكون موجودة تحليل المشروع، اللي هو في الجزء ده المفروض يتناول موقع المشروع ودراسة الفراغات من حيث الوظيفة، مراحل المشروع زي ما قلت مراحل المشروع دي مهمة جدا، بتساهم في إنك تحفظ حقوق الملكية الفكرية للمشروع بتاعك، ولازم يكون في تسلسل واضح بكل مرحلة، توري الصور مدعمة بالصور وبتكون معلق عليها، ده بيحميك وبيحميك وبيحمي غيرك من يعني من التقول على الأفكار الآخرين. تكوين المشروع ده بيشمل عناصر التصميم البصري اللي هي احنا قاعدين نقول عليها فلسفة التصميم، والمكون الثاني نظم الإنشاء والتشييد، وفي العادة طبعا بتكون في خاتمة. الخاتمة بنحاول ندرس فيها أجمل ما في المشروع ونقاط القوة ونضع المبررات لنقاط الضعف، ونحاول نقترح مشروعات تانية لناس جايين، ونوري الليميتيشن بتاعت المشروعات اللي احنا، لانه طبعا ما في عمل كامل، اي عمل بتكون فيه هفوات او نسيان، لانه الزمن محدود والطاقه والمجهود محدودين والجهد البشري اصلا غير كامل. في ختاما بيكون في المراجع، والمراجع يا جماعه مهمه جدا، نحاول نعلم الطلبه البكالوريوس انهم يدرجوا المراجع، لأنه بتدي مصداقية وموثوقية للبحث، وبتأهلهم لأنهم يكونوا باحثين لقدام إن شاء الله. المرفقات برضو ممكن تكون فيها خرائط، أسئلة، مقابلات.
وأي شيء من هذا القبيل. المحور الرئيسي والمحور المهم الأخير هو محور التقييم، وصراحة الدليل ده أصلا بدأ بالسؤال 2016 وأنا في أول خطواتي كمحاضر في قسم العمارة، اديت الدرجات عادي وطلعتها كالعادة بنخد الدرجات يعني طريقة متوارثة نمطية يعني لا غبار عليها، بنخد التقييم وبنرفقه بشوية ملاحظات جانبية. فيعني جريت ذرة جامدة، جات طالبة قالت لي على أي أساس أنت بتخدي الدرجات دي وأنا أعمل شنو يعني عشان أزيد الدرجات دي. صراحة ما كانت الإجابة سهلة، ده خلاني إني يعني أحاول ألقى تفسير علمي للدرجات اللي إحنا بنخدها مقنع بالنسبة لي أنا أولاً قبل ما يكون مقنع للطرف الآخر. ده خلاني أشوف تجارب العالمية في تقييم المشروعات، أتقصى طرائق تقييم المشروع ومراحل تقييم المشروع، ويعني لاحقاً بحتقد إنه التقييم الذاتي ممكن يحل المشكلة بتاعت تقييم المشروعات دي بصورة كبيرة جداً. برضو ممكن نحاول نشوف معايير التقييم الذاتي، والتقييم الذاتي ده أصلاً هو شنو، وبنطرح مفهوم جديد اللي هو قيمة التصميم، مفهوم جديد بيساعدك في كيف إنك أنت تقيم مشروعك ذاتياً. صراحة المفهوم ده يعني very useful في 2018 تقريباً، يعني هو فعلاً موجود على مستوى على سكيل النيبرهود اللي هي المجاورة السكنية، لكن حاولت يعني أعمل معايير أو أسس لي معايير له. فنشوف الكلام ده في السلايد اللاحقة. وقيمة الإبداع والإبداع وما أدراك ما الإبداع، هو طبعا المطلب الرئيسي والمبحث الأساسي لجميع طلاب العمارة، الإبداع. فما هو الإبداع وما هي قيمة الإبداع؟ التجارب العالمية في تقييم المشروعات، أنا عكفت زي ما قلت على مراجعة التجارب العالمية في تقييم المشروعات، فلاحظت إنه مثلا دول العالم الأول زي أوروبا طبعا والولايات المتحدة الأمريكية، الحاجة دي أو مسؤولة عنها الجمعية المعمارية مثلا الـ RIBA والـ AIA في أمريكا، والـ RIBA بيوضعوا معايير التقييم. مثلا معايير التقييم في الـ RIBA 11 نقطة وخمسة معايير عالية بتحكس نجاح الكورس، وحتى بتعمل تأكيد وقياس لجودة التعليم الأكاديمي ومهارات حل المشكلات وإعداد الطالب الممارسة المهنية. ده كله بتختبروا المعايير دي، وهي معايير عالية الجودة عشان يقيموا بها طلبة خريجي الاتحاد الأوروبي وضعتها الـ RIBA. فلاحظ إنه هنا هم بيقيسوا حتى المستقبل بتاع الممارسة المهنية وكيفية حل المشكلات والتعامل والتعاطي مع المشكلات. ده زي ما قلت دول العالم الأول. لاحظت في دول العالم الثاني نموذج كان تركيا والكويت، جامعة الكويت وجامعة تركيا. هنا المسؤولية أو المفوض لهم إنهم يتناولوا موضوع تقييم مشروعات العمارة، هنا بيبقى لا ما الجمعيات المعمارية، لا بيتبقى الجامعات. كل جامعة بتحاول تحل مشكلتها على حدة. يعني مثلا في تركيا جامعة الشرق الأدنى لاحظوا إنه في مشكلات في التواصل في المصطلحات وفي الذاتية في التقييم. يعني ما 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 دول العالم التالي بس، ما نحن بس، لا، دي مشكلات لازم الناس تواجهها، تحترف بها وتواجهها، ودي الخطوة الأولى عشان تحلها. فلاحظ إنه في مشاكل زي دي في المصطلحات العامة الذاتية في التقييم، ده دفعهم لتطوير معايير وتصنيف معايير موضوعية في تعليم العمارة، وقدروا يختبروها ولاقت قبول واعتمدت على ثلاث حاجات: الشكل والوظيفة والتشييد. أما جامعة الكويت فبرضو اعتمد تقييم المشروع على معايير زي جوانب التصميم والتحليل وبرنامج المشروع وموقع وظائف التصميم الشكل والتعبير في التصميم الاختبارات التقنية والإظهار. بنلاحظ إنه غير الملاحظة الثانية، غير إنه هنا موضوع التقييم بيقع على عاتق الجامعات، بنلقى إنه
بيعتمدوا عليه موضوع الشغل والوظيفة، ودي جدلية، ده الشغل والوظيفة دي جدلية صراحة من القرن الثامن عشر بحسب عبد الرؤوف. فما زالت هي محور للتقييم من القرن ال 18 لحد نحن ليلة في القرن العشرين. فيعني في تغيرات كثيرة حصلت، في نظريات كثيرة متجددة يعني خلت إنه جدلية الشكل والوظيفة دي شوية تضعف نوعا ما. تقريبا دي الحاجات العالمية والإقليمية. لكن نشوف محليا عندنا في السودان الحاصل شنو. في السودان بكل صراحة الموضوع التقييم ده بيكون تجارب فردية ومجهود ذاتي، ده يعني ده غير الملاحظة المباشرة، ده ورد في ورقة لبروف أجرا، ذكر بروف أجرا رحمه الله في حديثه عن تحديات التحكيم في المنافسة المعمارية. وعشان نكون أكيوريت أو محددين، بيقول إنه للتحكيم أهمية قصوى في المنافسات المعمارية التي تهدف أصلا إلى الحصول على مشاريع مرتبة حسب الأفضلية. يعني التقييم أصلا دي وظيفته، والتي ورغم ذلك فلا توجد طريقة واحدة متفق عليها لإجراء التحكيم، ولجان التحكيم عليها بذل أقصى اهتمام ممكن لتوفير طريقة واضحة وشاملة وعادلة ومقنعة لذلك القرار. عشان كده من هذا الحديث نستنبط إنه فعلا الملاحظة حقيقية، فعلا ما في معايير أو ما في طريقة واحدة موثوق بها، وإنما هي تجارب ذاتية أو تجارب شخصية هنا متفرقة هنا وهناك. عليه كانت المبادرة دي لتقديم معايير منهجية لتقييم مشروعات العمارة بتلبي القرض المشترك بين التقييم والتحكيم المشروعات المعمارية ده على مستوى السودان. طيب، طرائق تقييم المشروع هي شنو؟ طرائق تقييم المشروع نوعين أساسيين، طرق ذاتية، طريقة ذاتية وطريقة موضوعية. الطريقة الذاتية بتقوم على الانطباع، تقييم انطباعي، والتقييم الصورة الثانية تقييم بالمقارنة. يعني يكون في شغل، نقول الشغل ده شغل يعني ده شغل النموذجي، واحد من الأعمال يكون ده العمل النموذجي، ونبدأ نقارن بينه وبين الطلاب قربا وبعدا. الطريقة الثانية هي تقييم كمي، اللي هي موضوعية، تقييم كمي أو تقييم نوعي. كل واحدة من الطرق دي لها إيجابياتها ولها سلبياتها، وهي متعامل بها بصورة أو أخرى، وقد تتغير في حلقة النقد الواحدة، وقد تتغير من طالب لطالب، ويعني عندها محددات كثيرة. ونمشي لمراحل التقييم. مراحل تقييم المشروع: التقييم الذاتي اللي بتقوم بيه وانت كطالب بعد ما تنتهي من شغلك، بتعرف تقييم روحك انت فيها كاتيجوري، الشغل ده بيجيب A ولا C ولا F. في تقييم الأقران، تقييم الأقران ده أصحابك زملائك، هو نوع من أنواع التقييم الذاتي، بيدوك الملاحظات والمقترحات، والله الليلة ما شاء الله يعني نورت وأبدعت، أو لا الليلة أمورك بايظة. التقييم الثالث هو تقييم المشرف، وده بيقوم به المشرف مع الطالب منفرد أو ضمن مجموعة. والتقييم البعد هو تقييم لجنة، طبعاً التقييم دي كله مرحلة يعني مرحلية، تقييم لجنة الأساتذة، والتقييم الأخير هو تقييم الممتحن الخارجي، ده طبعاً عنده هيبته وهو آخر مراحل التقييم، وبيهتم بالمناقشة، بيكون بعد المناقشة النهائية، وبيهتم بتقييم وتقديم النتائج النهائية. فوائد التقييم الذاتي: أنا بطرح مفهوم التقييم الذاتي كحل مشكلات عديدة وكثيرة، لا يسعنا هنا إن كنا نتطرق لها كلها، لكن ممكن نشوف فوائد التقييم الذاتي ممكن تكون شنو. بيعزز الثقة بالنفس، يعني حتى لو أنت الليلة كطالب أخذت قيمت نفسك ذاتيا حسب المعايير الموضوعية اللي إحنا هنحاول نطرحها، وإنت ممكن تشوفها لقدام، أو يعني تدريج أنت بنفسك لقدام، يعني هي ما في حاجة منزلة، لكن في النهاية فكرة التقييم الذاتي بتعزز ثقتك بنفسك وتقدير الذات أيا كانت النتيجة
بتاعتك. ده بيساهم في رفع جودة المشروعات، وبتعلم الطالب، بتعلم الآخر النقد والتقبل الرأي والرأي الآخر، بيسر التنوع الفكري، وبيبثر التعاون والعمل الجماعي. يعني صراحة العمل في العمارة بيسدوا روح المنافسة العالية، يعني في منافسة حادة، بينما يعني مطلوب التعاون نوعا ما والشغل في فريق عمل، لأنه حتى قلنا مفهوم العمارة تغير، وبيقى منوط بها تغيير حياة الناس والتواصل مع الناس، ما بيقت حكرا على الصفو والأغنياء. يعني أنت حتتعامل مع ناس بحاجات مختلفة. المراحل، سوري، معايير التقييم الذاتي أنا بطرحها هي الفعالية والتكوين والإصهار. الفعالية يعني شنو؟ الفعالية مشروع ده فعال ولا ما فعال، بمعنى إنه بيحقق الأهداف العامة والخاصة. الأهداف العامة هي شنو؟ الأهداف العامة هي الأهداف اللازمة لأي مشروع، يعني أي المشاريع دي ما تنتهي، المشاريع دي قلنا لحلول عشان تقدم حلول، أوكي، والمشاريع دي لحاجات مجتمعية وبتقدم لمجتمع، فلازم تكون فعالة بتأدي أهدافها على الوجه الأكمل. مثلا الأهداف البيئية زي مراعاة البيئة المحيطة والمناخ والظروف الطبيعية، الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية، ودي طبعا بيركز عليها الكلاينت جدا، أو فرضت علينا الظروف اللي هي ده بيظهر في شنو؟ باهتمام بالاستغلال الجيد للمساحات والكثافة البنائية المناسبة ومراعاة التكلفة المناسبة، التكلفة هاجس جدا كبير للكلاينت. فهنا دي الوظيفة صراحة اللي هي بتخص اللي هي بتخص مشروع بعينه، الوظيفة من أجلها سيقام المشروع ده، وبتحدد رغبة المستفيدين أو حاجة المستفيدين. ده بالنسبة لي في المجمل الأهداف دي لازم تكون واضحة ومحددة، يعني تكون سمارت، محددة وقابلة للقياس والتقييم، وعندها مؤشرات أداء. ما يصح إن تكون فضفاضة نكتبها في التغيير وما نلقاها في المشروع، تمام؟ الحاجة الثانية اللي هي التكوين، والتكوين عنده تو كاتيجوريز، عناصر التصميم البصري اللي هي دي نطلق عليها أحيانا الطلبة بيقولوا عليها الكونسبشوال ديزاين، أو الفكرة التصميمية. عناصر التصميم البصري هي العناصر الأساس، بتشمل زي ما بيقول سايمون في كتابه Elements of Visual Design، بتشمل العناصر الأساسية والمتغيرات والتنظيم والعناصر. أما العناصر التكوين الثاني طبعا التكوين الإنشائي، ولغير المعماريين التكوين لغير المعماريين التكوين عناصر التصميم البصري دي اللي احنا بنشوف الحوائط والعناصر، ممكن تدرك فيها العناصر الجمالية وغيرها. أما نظام الإنشاء والتشييد فهو بيعتمد على مواد البناء وتقنيات المباني والبنى التحتية المناسبة وخدمات المباني. الإصهار برغم إنه نحن لا شعوريا بنركز في تقييمنا على الإصهار بدرجة كبيرة، إلا إنه الإصهار هو ذاته نوعين، يعني أو في منحنيين، مخرجات المشروع اللي هي بتظهر في شكل موديل، في شكل شيتس وخلافه، والأورال إكزامينيشن اللي هو المناقشة والامتحان الشفوي. فبنلقى إنه الإصهار هو تلت من عملية التكوين، والمخرجات المشروع هي 1/6 من المشروع ككل. من هنا والفكرة في المقترحات التقييم دي إنها متوازنة، التوازن مهم، يعني ما بينفع إنه أنا أركز على الإصهار جدا ويكون المشروع غير فعال، أو أحيانا بيكون المشروع أهدافه لا تتنا الإصهار لا يتناسب مع أهداف المشروع. ده في نماذج كثيرة لا يسعنا ذكرها عشان الزمن ضيق، لكن لو نحن رجعنا لورا أو يعني عملنا مراجعة سريعة كده، بنلقى في مشاريع كبيرة اتعمل فيها قزاز وماربيل وكده، وفي حين إنه نحن في الهناية بنتكلم عن الاستدامة وبنتكلم عن الاقتصاد التخطيط المستدام. ففي تناقض كبير بين الفعل.
العلاقات بالإبداع قربا وبعدا. قمة التصميم ده المفهوم اللي حاولنا نطرحه في هذا الصدد لتقييم المشروعات، برغم إنه مفهوم التصميم قيمة التصميم قلنا قدمته سيرين المفهوم ده في 2018، قالت قيمة التصميم هو مفهوم واسع يتداخل مع المصطلحات كمصطلح جودة التصميم، وبينظر إلى التصميم كمنتج. هنا بشوف إنه قيمة التصميم أو بقترح إنه قيمة التصميم تكون هي محصلة الفعالية والتكوين والإصهار من معايير التصميم الثلاثة، طلعت من مؤشرات التصميم، ومن مؤشرات التصميم بتقودنا بصورة by default لقيمة التصميم. المعايير الثلاثة مثلا ده المعيار الأول، ده نموذج للجدول بس ماخذ المعيار الأول اللي هو الفعالية ربطه بالمؤشرات. الدرجة كل معيار عنده 5 مؤشرات، 3 معايير في 5 مؤشرات، 15 مؤشر، كل واحد من المؤشرات دي بياخد 6.6، لأنه ما في واحد بيطقى على الثاني. نحن نتكلم عن توازن كامل، عشان نقدر نقدم شيء يرقى إلى الإبداع. فالتوازن هو سمة من سمات الإبداع وسمة من سمات الابتسامة. قيمة الإبداع، ما هو الإبداع؟ طبعاً الإبداع ده عندنا إحنا جدل كبير فيه، وأي طالب بيفتكر إنه شغله يعني كامل في الإبداع. الإبداع بيعرف بكار بإنه إيجاد شيء أصيل لا يتوقعه الناس ويرونه بعيداً. في تعريف جميل جداً بيقول هو الإبداع هو لحظة الإكتشاف السحرية. واو. هنا في الإبداع أو قيمة الإبداع بتفتكر إنه ممكن يكون إجرائياً قيمة هرم ثلاثي أطلعه معايير التقييم الفعالية والتكوين والإصهار. ده نموذج بيورينا الهرم ديا، فبنلقى الإبداع ذاته، التصميم ذاته مستويات. صراحة ما أي تصميم إحنا ممكن نطلق عليه صفة الإبداع، في التصميم المتكرر، في التصميم العادي، وفي التصميم الإبداعي، ده في قمة الهرم بتاع قيمة التصميم. قيمة الإبداع حسب معادلة محددة وفرضية محددة بترتكز على تعريف الإبداع نفسه، قيمة الإبداع بتساوي قيمة التصميم على 2، عليه يعتبر التصميم حسب هذه الفرضية إبداعياً إذا تحصل على أكثر من 35 درجة. صراحة قبل ما نخلص يعني عايزين نشوف، يعني ما شاء الله السودان طلع من ثورة ظافرة اللي هي ثورة ديسمبر المجيدة، ونحن الآن بنتنسم عبيرة وارتقوا من أجل هذه القيم شهداء ومفقودين وثوار وجرحى. فعايزين ننزل قيم الثورة دي في تعليم العمارة وفي مشروع العمارة على وجه الخصوص. فعايزين يكون في حرية في اختيار المشروع، سلام فكري في إدارة المشروع، بتقبل الرأي والرأي الآخر في حلقات المناقشة بدون ما يكون وحلقات النقد بدون ما يكون في تعصب فكري. وأخيرا لازم تكون في عدالة في تقييم المشروع. والله ولي التوفيق، اللهم من وراء القصد، اللهم تقبل شهدائنا وتقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. المراجع أنا اعتمدت عليه سلسلة من المراجع المدرجة كلها في الكتيب دليل مشروع التخرج المعماري. وشكرا، السلام عليكم. لو في أي مداخلة مرحب بكم. شكرا جزيلا باشمهندس على السرد الجميل أو السرد التفصيلي يمكن نقول. طيب شوف لو في شباب عندهم أسئلة معنا هنا في جلسة الزوم، ونشوف الأسئلة للشباب على علقوها والتعليقات سابوها في مجموعة الفيسبوك. طيب
وبشمهندسة كمية المعلومات اللي قلتيها يعني محتاجة تكرار، أو يعني أنا تابعت معاك في الحتات في حتات والله إلا أحتاج أكرر التسجيل للمرة الثانية. لكن بصورة عامة الدليل ده يعني المانع أو اللي أسقطناه على كل التخصصات، ليه فقط المعماريين؟ يعني إذا الستاندرد اللي أنت اشتغلت به في تجهيز الدليل ده المانع شنو أو الناقص شنو عشان نتعمم لكل التخصصات سواء كانت هندسية أو غيره، دليل شامل. في الخاتمة مثلا يا أستاذ وافي، بنقول إنه ممكن هو مشروع التخرج ده ممكن يكون يعني الدليل ده ممكن يسقط مش بس على مشاريع المشروعات الهندسية المختلفة سواء الميكانيكا أو الآي تي أو غيرها من المشروعات، لا حتى ممكن يكون يعني على مشروعات الحياة اليومية. والحاجة دي اتلمستها لما عملت وركشوب في ورشة الكورسات المخفضة كانت برعاية الصدقات، وأنا من هنا يعني برسل لهم صوت شكر. كان في تنوع في الناس الموجودين أو في التنوع في الحضور، أثرى المادة المقدمة دي جدا، وكان يعني ما بس معماريين ولا بس مهندسين، فحسيت بقدر شنو إنه الحاجة دي ممكن تستوعب أكتر من كده. لكن حبيت إنه تكون في الأول أكيوريت محددة، وبعدها كله تخصص يحاول يشوف انه هو هيقدر يستفيد منها كيف، لانه الحاجه لو وسعت شديد بتبقى ما مفيده جدا. يعني كله تخصص عنده الخصوصيه بتاعته، لكن هي ممكن زي ما قلت لك حتى يكون فيها يعني اسقاط لمشاريع عاديه، مشاريع الحياه اليوميه، مشروعات يعني الفعاليه دي مفروض حتى مش على مستوى الدوله وعلى مستوى الفرد، يعني لازم موضوع الفعالية ده يحسب ويكون يعني حاجة مهمة في جودة المشروعات، قياس جودة المشروعات. أتمنى إني أكون جاوبتك. كلام جميل. طيب ايوه جاوبتي من الجزء، يعني نرجع لتقريبا هو الشيء تكلمتي عنه، هل هي المعضله او معضله اختيار المشروع والعلاقه بين او اختيار المشروع بيتم بطريقتين، اما عن طريق قائمه اقترحتها لجنه الاساتذه او مقترحات الطالب. والكلام ده ساقني لحاجه اللي هي زي انت ذكرتيها، اللي هي العلاقه بين اختيار المشرف او اختيار المشروع والمشرف. تقريبا معظمنا وقع في مشاكل زي دي او مرشح انه يقع في مشاكل زي دي، خصوصا هنا في الجامعات السودانيه. ويتكلم عن الحاجه او المعضله اللي بقع فيها الطالب دي بتاعت اختيار المشروع اللي اقترحه الاساتذه ما مناسبه معاه، في انه هو المشروع دار يشتغل مثلا عرضه على المشرف بتاعه او واجهته مشاكل في التمويل او في ايصال الفكره بصوره عامه للمشرف عشان يفهمها. الأخطاء والمشاكل اللي ساهمت في تأخير أو كانت سبب في تأخير تخرج أو في ناس يحصلوا مرحلة ممكن زي ما قال يمنعوا من القراءة ذات بسبب المعضلة دي. في نظرك الآن في الجامعات السودانية أو في السودان ككل، المشكلة دي قدرنا نتجاوزها بكم في المية؟ أو مرشحين نتجاوزها 200 مثلاً؟ والله أنا أكون كذبت عليك لو أكون عندي يعني تنبؤ بحتة كم في المية دي، أنا صعب شديد. لكن صراحة أنا بشفق على يعني على المشرفين، لأنه يعني المشرفين اللي هو يعني بعتبر روحي واحدة منهم، لأنه أحيانا للأسف بنتورط في تبني مشروع الطالب بصورة أو بأخرى، وده بيكون مردوده سلبي على العملية التعليمية وحتى على نتائج المشروع. فهو يعني صراحة شيء بيكون بحسن نية من قبل المشرف، لكن بتكون نتائجه سلبية. وفي نفس الوقت من ناحية تانية بيخلي الطالب بيلقي كل اللوم على المشرف وبيحمله ما لا يطيق، وبتلقاه قال لي عمل وهو قال لي، بيحمله كل المسؤولية. فهنا أنا عايزة أرفع الحرج عن المشرف وأكد إنه النتائج دي أو المخرجات دي هي بيد الطالب وهي مسؤولية الطالب وهو المسؤول عنها بصفة
أو بأخرى. ممكن الكلام ده صراحة، بقوله صراحة، يزين مني بعض الزملاء أو بعض المشرفين، لكن هو لو كانوا عميقين في النظرة دي بيلقوا إنه هو رفع عنهم حرج كبير وساهم بصورة أو بأخرى في إثراء العملية التعليمية. وده المقصود، إن إحنا عايزين ناس يقدروا يتحملوا المسؤولية ويكونوا قدر التصدي للمشكلة بتاعته. الهدف ما المخرجات، الهدف هي العملية التعليمية في حد ذاتها. لكن يعني بتمنى ان يعني نصل بهناي، يعني ده ما شاء الله، يعني الشباب ده قدروا يغيروا أنظمة، يعني ما بيقدروا فهي بس الفكرة انه تبث الوعي في نفوسهم بس، وتقول لهم دي مسؤوليتكم، وهتشوف العجائب. يعني الجيل ده ما بعتقد انه حيكون بعيد، لا ان شاء الله ما كان في المية، لكن حيكون قريب بإذن الله، ويمكن أقرب مما نتصور. تقريبا انا حاولت اطلع، ما في اسئله الى الان وردت. اول الشباب ممكن يرجعوا للتسجيل باذن الله، بعدها ممكن يضعوا الاسئله اذا في طريقه انك تجاوبي عليها او قدرت تطلع عليها. خير إن شاء الله. شكرا لك على المحاضره الشيقه والرائعه، محتاجه يعني انا شخصيا هعيدها ثاني صراحه، هشاهد بتركيز أكثر إن شاء الله. جزاك الله خير. في وطبعا فيدباك انا وفي استفادة أو اصلا انا يعني ما متوقعه يعني المردود، المحاضره دي هيكون الليله او بكره، وده زي ما قلت مشروع اكثر من 4 سنة، ما بين يوم وليله الناس هتقدر تستوعب الحاجات دي زي ما انا قصدتها، بنفس الطريقه اللي انا قصدتها، بكل حيادية وبكل حاولت إن تكون فيها قدر من المصداقية والتجرد. بفتكر إنه قد نحتاج يعني قد تحتاج أعوام إنها تصل، لكن يعني في النهاية هي بذرة ولها أن تنمو كما شاءت بإذن الله. يعني شكرا لك كثير يا أستاذ وافق، كلام وشكرا جميل، إن شاء الله الفائدة وشكرا تعم لكل التخصصات أو كل الشباب. تمام، زي ما قالت باشمهندسة شيرين، إن شاء الله كل الخريجين أو كل المهتمين بصورة عامة يستفيدوا أو يعرفوا فائدة الدليل أو يتابعوا الحلقة دي ويتناقشوا فيها ويستفيدوا فيها بيستفيدوا منها. شكرا جزيلا. تقريبا أخذنا ساعة زمن وما في نقاشات أو ما في أسئلة وردتنا، فممكن ننهي الجلسة عشان أكبر عدد من الناس ممكن يجي يتابعها ويسأل في المرحلة الجاية. شكرا جزيلا وفي أمان الله.